في مهمة جانبية موجودة في عالم ريد ديد، لما تروح للمكان اللي فيه المهمة هتلاقي هناك راجل قاعد وتقدر تروح تكلمه، ولما تكلمه هتلاقي الراجل بيتكلم مع آرثر بطريقة غريبة وكلمات مش مفهومة. طبعا الكلمات اللي مش مفهومة دي مش مفهومة بالنسبة لآرثر، مصطلحات جديدة عليه، والراجل كمان مش مستغرب ان المصطلحات دي جديدة عليه وطريقة الكلام دي غريبة، تحس ان طبيعي آرثر ما يفهمش الكلام بتاعه. بس المهم ان هو بيطلب من آرثر ان هو يروح يدور له على نقوشات محفورة على الصخور في اماكن مختلفة ويوريك شكلها في الكتاب اللي معاه. لما آرثر بيقول له انت عاوز النقوشات دي ليه؟ الراجل بيقول له انا لو قلت لك انا محتاجهم ليه هتقول عليا مسطول. فآرثر بالنسبه له كلمه مسطول دي جديده، اول مره يسمعها فاستغرب. فالراجل راح قال له اقصد سكران. فالموضوع غريب شويه، كلمه مسطول دي كلمه حديثه مش موجوده في زمن آرثر اصلا. فلما جه آرثر قال له انت سكران، راح الراجل قال له لا انا تايه. المهم يعني انت روح هاتهم وخد الكارت بتاعي اهو وبعتهم لي على نفس العنوان. بالمناسبه انا اسمي فرانسيس سينكلير. وآرثر بيعرف له نفسه هو كمان وبينتهي الكلام على كده. نقاش غريب جدا ومش مفهوم، بس انت مش عليك دلوقتي اي حاجة غير ان انت تروح تدور على الحفريات دي. بس اغرب نقطة موجودة هي حوار المصطلحات الغريبة بتاعت فرانسيس دي، مصطلحات تحسها جاية من المستقبل مش موجودة في زمن آرثر اللي هو سنة 1899. المهم تبدأ تدور على النقوشات اللي موجودة على الصخور اللي فرانسيس قالك عليها، ودي اماكنها على الخريطة لو انت عايز تروح تجيبهم بنفسك في اللعبة بتاعتك. وبعد ما تجمعهم هتروح عند البوستة وتبعت الورق اللي انت طابع عليه النقوشات او راسم عليه النقوشات، تبعتهم لفرانسيس. هيكافئك وهيبعت لك دعوة تروح له البيت تاني عشان تشوف هو كان محتاج النقوشات دي ليه. فتعالى يلا بينا نروح على البيت بتاع فرانسيس مرة تانية عشان نعرف مين ده ونفهم هو عايز ايه. لما يروح آرثر يخبط على الباب مش هيلاقي حد جوه، يحاول يخبط مش لاقي اي حد بيرد. فلما يفتح الباب هيلاقي حاجة غريبة جدا، رسومات على الحيط شكلها غريب ومألوف بالنسبة لك انت كلاعب، حاسس ان انت شفتهم قبل كده. وفجأة ست شايلة طفل على ايديها هتدخل البيت، هتتفاجئ من وجود آرثر وتقول له هل انا اقدر اساعدك؟ آرثر يقول لها انا اعتذر على الازعاج بس هو حضرتك زوجة الاستاذ سينكلير. فهي بتقول له ايوه انت عرفت منين؟ آرثر بيقول لها انا كنت بدور على جوزك. فالست بتقول له جوزي مات من بدري، مات من حوالي سنه من ساعه ما فرانسيس اتولد. فآرثر استغرب كده وقال لها فرانسيس ميت؟ هي تقول له لا انت فاهم غلط، الطفل اللي معايا ده اللي انا شايلاه اسمه فرانسيس، جوزي اسمه توم وهو ميت من سنه. آرثر طبعا يبتدي يقول لنفسه اللي هو في ايه اللي بيحصل ده، ويبص على الرسومات الغريبه اللي على الحيط دي ويستاذن الست بعديها ويمشي ويسيب البيت وهو محتار حيرة غير طبيعية. واعتقد مش هو بس اللي محتار، انت كمان دلوقتي في قمة استغرابك لان عندك اسئلة كتير. اول سؤال، ايه الرسومات اللي على الحيط دي اصلا؟ وتاني سؤال، ليه فرانسيس كان عاوز النقوشات اللي هي كانت موجودة على الصخور؟ تالت سؤال، هو ازاي فرانسيس سينكلير كان شاب لما انت قابلته وفجأة بتلاقي طفل لسه مولود بقاله سنة؟ واخر سؤال، هو ليه عزم آرثر في البيت بتاعه علشان يوريه ايه لازمة النقوشات اللي كان محتاجها؟ تعال نجاوب على الاربع اسئلة واحدة واحدة علشان الموضوع ده هيبقى معقد شوية بس انا هبسطه لأبعد حد. اول سؤال نجاوب عليه هو ايه الرسومات اللي على الحيط دي؟ لما نقرب منها هنلاقي ان الصورة متقسمة 3 اجزاء، جزء على الشمال وجزء على اليمين وجزء في النص، وكل جزء من الثلاثة مليان تفاصيل لو اتكلمنا عليها هتلاقي فيه نقط كتير جدا ممكن نتكلم عنها. يعني مثلا لما نقرب من الجنب اللي على الشمال هتلاقي صورة ابراج وناطحات سحاب، وفوق كمان هتلاقي ممطاد ورسم للحمض النووي والقنابل الذرية، وفي كمان رسومات تانية زي مثلا ان انت هتشوف اثار حرب وجنود بتموت وفوقيهم طيارة، وده طبعا غريب جدا لان احداث اللعبة من سنة 1899 لسنة 1907. بمعنى اخر الابراج وناطحات السحاب والشكل بتاع الحمض النووي وشكل القنبلة الذرية والطيارة، كل ده محدش اكتشفه في الزمن اللي هو فيه آرثر. كل الاكتشافات دي بعد سنين من احداث اللعبة. ده العربية ما كانتش موجودة في الزمن ده، ازاي في طيارة؟ ازاي في ناطحة سحاب؟ ازاي في قنبلة ذرية؟ وازاي الحاجات دي مرسومة على الحيط؟ بس بنلاقي اكتر حاجة هتلفت انتباهك هي صورة واحد بينط جوه فتحة معينة والراجل ده باين انه عنده علامة في وشه. خلصنا من الجنب الشمال، تعال نخش على الجنب اليمين من الصورة وهتلاقي حاجات غريبة جدا. هتلاقي صورة للأهرامات وأبو الهول، وهتلاقي صورة سفينة للفايكنجز وعربية بتتجر وحاجات تانية. والمشترك ما بين الحاجات اللي موجودة على الجنب اليمين دي كلها ان كل دول موجودين قبل ظهور احداث لعبة ريدد الجزء الثاني اصلا بسنين طويلة. يعني الاهرامات موجودة من الاف السنين والفايكنجز موجودين من مئات السنين، بس اللي موجود هنا وموجود برضو في الجنب الشمال هو الراجل اللي بينط من الفتحة، بس المرة اللي فاتت كان بينط جوه الفتحة، المرة دي بيطلع منها، والراجل ده هو اللي في الجنب تاني الجنب الشمال. تعال بقى للجزء اللي في النص من الصورة اللي هو الجزء الثالث من الرسمة الكاملة، انت بتلاقي رسمة كبيرة لنفس الراجل اللي موجود على الجزء اليمين والجزء الشمال، والرسمة دي لوش الراجل بتفاصيله، والرسمة دي بتأكد لك الشكوك اللي في بالك.
وبتعرفك مين هو الراجل ده. اكيد انت شفت الوش ده وعرفت ان هو ده فرانسيس سينكلير بنفسه، ومش بس علشان الشبه، لا كمان علشان العلامة اللي في وشه هي نفس العلامة اللي في وش فرانسيس سينكلير لما انت رحت قابلته. هتلاقي عنده علامة في عينه اليمين، ودي بالانجليزي اسمها بيرس مارك، او علامة بيتولد بيها الطفل بتكون على عينه اليمين، ودي برضو هياها اللي موجودة في عين الطفل اللي كانت شايلاه الست اللي دخلت على أرثر في البيت. تفسير الصورة دي بقى هي ان فرانسيس سينكلير رسميا بيعرف يسافر عبر الزمن، لانك بتشوفه بينط جوه بوابة الزمن في زمن فيه حروب وطيارات وقنابل ذرية، وده قصده غالبا على الحرب العالمية التانية سنة 1945. وبرضو بتشوفه بيطلع من بوابة الزمن الناحية التانية وبيرجع للماضي، وبيوصل للزمن اللي كان فيه فراعنة، وبيوصل لزمن تاني كان فيه الفايكنجز، وبيوصل لزمن تالت كان فيه الكاوبويز او اللي هم رعاة البقر اللي منهم ارثر. فكده احنا عرفنا ان الراجل اللي اسمه فرانسيس سينكلير ده راجل بيسافر عبر الزمن. دلوقتي نجاوب على تاني سؤال، وهو ليه كان في نقوشات على الصخور اصلا؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نقرب اكتر من نقوشات الصخور دي. هتلاقي اشكال مختلفة منها، مثلا شكل الصاروخ وشكل الحمض النووي وشكل العربية بتتجر وشكل بيوت فوقها منطاد وشكل انفجار قنبلة ذرية وباين شكل الذرة جنبها كمان، وشكل الجسم بني ادم لابس نفس اللبس بالظبط اللي كان بتاع فرانسيس سينكلير اذا كنت قابلته في الحقيقة، او نفس اللبس بتاعه في الرسمة. وطبعا الاشكال دي احنا شفناها قبل كده، شفناها على الرسومات اللي موجودة في الحيط اللي جوه البيت بتاع فرانسيس سينكلير. وده معناه ان فرانسيس كان محتاج النقوشات دي عشان يجمعها ويرسم اللوحة الكاملة بنفسه اللي احنا شفناها على الحيط. وكل نقش على صخرة ارثر جمعه ورسمه على ورقة، الورقة دي لما انت بعتها لفرانسيس هتلاقي فرانسيس معلق حوالين الرسمة الكاملة كل الصور اللي انت بعتها له. ومن هنا يتولد سؤال تاني صعب جدا في الاجابة بتاعته، هو ازاي فرانسيس سينكلير شكله كان مطبوع على الصخور؟ واجابة السؤال ده خلت ناس تعمل نظريات كتير جدا، منها مثلا ان في ناس بتقول ان هو رسمها بنفسه، بس انا عن نفسي الصراحة معترض على الكلام ده، لان فرانسيس لو كان رسمهم كان عارف مكانهم المتوزع حوالين الخريطة كلها، وما كانش هيحتاج حد ان هو يروح يدور له زي ما عمل مع ارثر. واصلا هو لو رسمهم بنفسه ليه هيعوزهم تاني؟ وليه هيعوز يجمعهم على الحيط؟ بما انه ان هو رسمهم هو مش محتاج يفتكر الاشكال. فاجابة السؤال ده مبهمة لغاية دلوقتي، ولكن هنجاوب على السؤال ده بعدين. تعال بس كمل معايا الفيديو عشان هنتكلم في السؤال التالت، وهو ازاي احنا شفنا فرانسيس سينكلير وهو شاب، وبعدها شفناه وهو طفل وامه شايلاه. وهنا يبتدي التعقيد، لان طبعا لما بنجيب سيرة السفر عبر الزمن دايما بيحصل صداع في دماغ المستمع، بس ما تقلقش يا معلم انا هسهل على قد ما اقدر، لان الموضوع اصلا ابسط مما تتخيل بس محتاج تركيز. عشان الناس تجاوب على السؤال ده كان في نظريات كتير جدا، منهم مثلا نظرية بتقول ان فرانسيس سينكلير بيسافر عبر الزمن لانه له علاقة بلعبة GTA 5 اللي فيها جماعة دينية اسمها ابسلوم اللي بيعبدوا واحد اسمه كرافت، وكرافت ده هم معتقدين اللي ليه احفاد، واحفاده دول بيبقى ليهم علامة مولودين بيها بتبقى على عينيهم اليمين وبيبقى شعرهم لونه برتقاني. وده طبعا ممكن يكون حقيقة لان كل المواصفات دي موجودة في فرانسيس بالحرف. لو كمان معلومة كده انا لاحظتها، ان اللبس شبيه قوي بالنسبة للناس اللي اسمهم ابسلوم الموجودين في لعبة GTA 5. بس النظرية التانية اللي انا مؤمن بها جدا وشبه متأكد ان هي الصحيحة، هي ان فرانسيس سينكلير بيسافر في حلقة من الزمن وبيلف ويدور ويرجع ويروح ويرجع، يعني يروح يوصل لنقطة معينة في الزمن ويرجع تاني ويسافر تاني الى ما لا نهاية. تعال نتكلم عن النظرية دي اكتر. ام فرانسيس سينكلير قالت ان فرانسيس مولود قبل سنة واحداث اللعبة سنة 1899، وده معناه ان فرانسيس مولود سنة 1898 وبيكبر عادي لغاية ما يبقى كبير وعدى سن الاربعين، بالتحديد 47 سنة. واشمعنى رقم 47 ده؟ لان في الصورة بان ان هو بيخش بوابة السفر عبر الزمن لاول مرة وفي قنبلة ذرية بتنفجر، ودي كانت سنة 1945 اللي كان فيها احداث الحرب العالمية التانية، وبيسافر عبر الزمن لورا لدرجة ان هو شاف الفراعنة والفايكنجز وهكذا، بيوصل لنقطة انه رجع لزمن الكاوبويز اللي كان ارثر مورجن موجود فيه. عشان كده هو كان عمال يكلم ارثر بمصطلحات جديدة على ارثر، لان المصطلحات دي ظهرت مع مرور الزمن لقدام، لان هو عاش لغاية سنة 1945. المهم انه بسبب انه بيسافر عبر الزمن كتير ذاكرته بدأت تتعطل، بدأ ينسى حاجات كتير هو يقدر يعملها زي اصلا السفر عبر الزمن، فاكتشف ان ذاكرته توزعت على شكل نقوشات صخرية في اماكن مختلفة في الخريطة. وده اجابة للسؤال اللي انا سألته من شوية، ازاي النقوشات اللي كانت مرسومة كان عليها وش فرانسيس او لبس فرانسيس او سيرة فرانسيس عامة؟ لان دي كانت ذاكرته وطبعت على الصخور بحكم ان هو بيسافر عبر الزمن، لازم الذاكرة بتاعته ما تضيعش، بس هي طبعت على الصخور وهو يقدر يروح يجيبها بنفسه
نفسه بس كده هيضيع وقت، فبعت ارثر يدور له. ولما جمع النقوشات دي وتبعتها لفرانسيس هيسترجع ذاكرته، لان النقوش دي بتبين ان فرانسيس عنده القدره على السفر عبر الزمن. وبعد ما يبتكر قدرته على السفر عبر الزمن هيسافر تاني لزمن لغايه دلوقتي احنا مش عارفين ايه هو. فعلشان كده ارثر لما كان بيسال فرانسيس هو انت محتاج النقوشات دي ليه، كان بيقول له انا محتاجهم بس مش هينفع اقول لك، لان انا لو قلت لك هتقول عليا سكران. ولما جه قال له انت سكران، راح قال له لا انا ضايع او تايه، لان هو فعلا تايه لان هو فاقد الذاكره وفي نفس الوقت هو عايش في زمن مش زمانه. المهم فرانسيس سافر عبر الزمن تاني، ما نعرفش الفين والامتى، بس اللي نعرفه ان ارثر موجود سنه 1899. ومين اتولد سنه 1898 وكان عنده سنه 1899؟ فرانسيس برضو، لان هو كان طفل صغير. وبالتالي انت بتشوف فرانسيس مره تانيه وهو طفل، وكان موجود وقتها لما كانت امه شايلاه. فعشان كده ارثر شافه مرتين، مره وهو راجع عبر الزمن وكان كبير في السن ما كانش طفل صغير، ومره تانيه زي ما انا قلت شافه وهو طفل صغير. وكل الكلام ده طبعا مدعم بالجزء اللي انا سبته للاخر في الرسمه الكامله، وهو وش فرانسيس سينكلر اللي مطبوع في النص فوق. لما تشوف وش فرانسيس سينكلر بكل اشكاله، الوش الشاب، ونفس الكلام برضو فوق على الشمال وش شاب شويه، وتحتيه وش فرانسيس وهو طفل خالص، وعلى اليمين وشه وهو كبير وطالع له دقن. وكده يتبقى لنا اخر سؤال، وهو ليه فرانسيس دعا ارثر للبيت مره تانية؟ والسبب هو ان عشان يوريك قدرته على السفر عبر الزمن، او بمعنى اصح يعني علشان يورينا احنا كلاعبين. ويخلينا نفتح الباب لاخر سؤال في الحلقه، وانا اسف والله ان الاسئله كتير، بس لازم تفهم السؤال الاخير ده بيقول فين فرانسيس سينكلر سافر المره دي، وهل سافر بالزمن لورا ولا لقدام؟ النظريه دي عباره عن نظريه من اجتهادي انا الشخصي، وهو ان فرانسيس عمال يسافر بالزمن من ورا لقدام. يعني ابتدى بالفراعنه، ومنه لزمن الفايكنجز، ومنه لزمن الكاوبويز. اعتقد ان هو ممكن يكون هيسافر للزمن اللي فيه لعبه جي تي اي 6، واللعبه دي لسه ما نزلتش، فالنظريه دي تفضل ما انتهتش لغايه دلوقتي. والنظريه دي اللي في رايي الشخصي بتقول ان فرانسيس لسه قصته ما انتهتش، ان هو هيظهر تاني في لعبه تانيه قريب، ممكن بنسبه كبيره تكون الجزء السادس من لعبه جي تي اي. بس برضه زي ما انا قلت، يظل كل الكلام اللي انا قلته طول الفيديو ده عباره عن مجرد نظريات ومطروحه، وممكن تكون صح وممكن تكون غلط. بس انا لما انا جيت بصيت لها كده من بعيد، لقيت ان هو فعلا مرسوم بشكل واضح جدا، ان النظريه اللي انا قلتها دي والقصه اللي انا حكيتها، ان فرانسيس سينكلر اتولد وبيكبر لغايه الزمن اللي فيه الحرب العالميه الثانيه، فبيرجع للزمن لغايه زمن الفراعنه والفايكنجز، ويرجع لزمن الكاوبوي الزمن اللي هو اتولد فيه، فبيسافر تاني لما بعد ما يجمع كل النقوشات اللي موجوده على الصخور عن طريق مساعده ارثر، فيرجع تاني يسافر لقدام للزمن اللي فيه لعبه جي تي اي 6 او جزء السادس من لعبه جي تي اي، وارثر بعديها بيشوف فرانسيس سينكلر وهو مولود. بس ثانيه واحده، صحيح انا نسيت حاجه مهمه جدا، احنا ازاي ما اتكلمناش عنها؟ واحنا ازاي اصلا ما اتكلمناش عن الحاجه دي؟ ام فرانسيس قالت ان جوزها اللي هو ابو فرانسيس يبقى اسمه توم. هل يا ترى توم اللي هو ابو فرانسيس ميت فعلا، ولا ممكن يكون بيسافر عبر الزمن هو كمان؟ الاجابه بتاعت السؤال ده عندي، وانا عارفها ومتاكد منها، بس هقولها في فيديو تاني علشان الفيديو ده بقى معقد بما فيه الكفايه. ولو حسيت ان الموضوع معقد فعلا، انصحك تعمل كوبايه شاي حلوه كده وتتفرج على الفيديو ده مرة تانية عشان تفهم اكتر. ولو حسيت ان الموضوع لا يزال صعب، كلمني على حساباتي الشخصية على تويتر وعلى انستجرام، وانا هرد عليك ونتناقش براحتنا. وبرده ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، ولو عجبك قوي اعمل شير ووريه لكل اصحابك، واثبت ان لعبة ريد ديد ريديمشن فيها سفر عبر الزمن. طبعا حوار السفر عبر الزمن ده كان موجود من زمان، من ايام جي تي اي 5 وحوار القطر وسرعة القطر والكلام ده. هنا رسميا اقدر اقول لك ان لعبة ريد ديد ريديمشن فيها سفر عبر الزمن، وانت برده ليك حرية التعبير، تقدر تقول رايك كاملا او اي تعديل في التعليقات تحت. ولو عندك نظرية او عندك اي اقتراح لنظريات تانية ممكن اتكلم عنها قدام، اكتبها لي في تعليق، وانا لو عجبتني النظرية او عجبني التعليق بشكل عام هعمل لك قلب، وممكن كمان اثبت لك التعليق. وبس كده.